أضحت القصص المصورة جزء كبير من الثقافة الشعبية أو البوبيلار كالتشر. في الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بقصص الكوميكس سواء عبر شركات كدي سي، مارفل، فاليانت وغيرها. اليابان معروفة بقصص المانغا والتي تنشر على مجلات كشونين جامب، يونغ جامب ويونغ أنيمال وغيرها كذلك. الصين عبر الويبتون الصينية والمقتبسة من الروايات المسماة بالووشي. كوريا والتي هي محور حديثنا هذا اليوم عبر المانهوا والتي تأتي غالبا على شكل ويبتونز هي أيضا. الويبتونز وكما هو واضح من الاسم عبارة عن قصص مصورة تنشر على الإنترنت. عكس المانغا مثلا فالويبتونز لا ترسم باليد بل عبر رسم الكمبيوتر وتكون التفاصيل فيها أقل بقليل من المانغا عبر برامج كالفوتوشوب، إلستريتر وغيرها من البرامج. عكس المانغا كذلك فالويبتونز تكون ملونة بشكل كامل. وتنقسم هذه الأعمال في الغالب لقصص مجانية وقصص مدفوعة، يعتمد على الموقع الذي نشرت فيه. فالأعمال التي تنشر على موقع ويبتون مثلا كلها أعمال مجانية، توجد إمكانية لشراء الفصول المتقدمة عبر دفع مبالغ زهيدة للغاية. أصلا نفس هذه الفصول تصدر بشكل مجاني لو صبرت قليلا، أو منصات أخرى مثل موقع ليزينج الذي يتيح لك قراءة 4 أو 3 فصول فقط بشكل مجاني والباقي عليك الدفع مقابله. عكس المانغا فهذه السياسة تجعل الشركات الناشرة للويبتونز تجني أرباح كبيرة للغاية وتحمي نفسها لأكبر قدر ممكن من القرصنة مقارنة بالمانغا مثلا، لدرجة دفعت شونين جامب لاتباع نفس السياسة عبر الاستعانة بتطبيق مانغا بلاس. القصص الكورية مقارنة مع اليابانية والتي تنشر من الستينات لا زالت تعتبر نوعا ما مثل الفن الجديد. صحيح قدمت فيها بعض القصص بمستوى عظيم، لكن أمامها حاجز أكثر من 50 سنة تاريخ كفرق مع المانغا، وأمامها الكثير كي تقدم قصص بمستوى ما هو موجود في المانغا، لكنها تتطور سنة بعد سنة وكل سنة تقدم أعمال قد تقارع أعمال المانغا الموجودة حاليا. مؤخرا قد أعلنت الاستوديوهات اليابانية عن رغبتها في تحويل عدد من الويبتونز لأنيميات، وهذا كان عبر إعلان أنيمي لكل من تاور أوف جاد والذي سيرى النور ربيع هذه السنة بالمناسبة إضافة لنوبلس. وتوجد إشاعات كبيرة عن إمكانيات حصول سولو ليفلين كذلك على أنيمي. والذي يتابع ساحة أخبار الأنيمي بشكل معمق نوعا ما لن يكون هذا بالغريب عليه، فقبل سنوات قليلة فقط صدرت أوفا لنوبلس من واحد من أفضل الاستوديوهات ألا وهو برودكشن آي جي إن لم تخني الذاكرة. وقد كان واضحا أن هذه الأوفا إعلان لعصر جديد سنرى فيه الويبتونز الكورية تحصل على أنيميات محترمة من استوديوهات وطواقم عمل يابانية بالكامل. الأمر طبيعي للغاية، فسوق الأنيمي قد كبرت، حتى القصص الغربية مثلا صارت تعتمد على الاستوديوهات اليابانية. أبرز مثال عندنا هو فيلم باتمان نينجا والذي عاد فيه هو وعدوه الشهير الجوكر لحقبة الساموراي، كما تم فيه الاستعانة كذلك بآلات الميكا، ما يريك القوة الشديدة لثقافة الأنيمي اليابانية والتي فرضت على شخصية بتاريخ فارس الظلام الرضوخ لها. ووجود مانغا يابانية تصدر لسبايدر مان يفوق مستواها ما هو مقدم في قصص الكوميكس، أو حتى مشاركة العلامة ستانلي في عدد من مشاريع الأنيمي. فقد أصدر استوديو ماد هاوس قبل سنوات عدد من الأنيميات لقصص الكوميكس مثل الإكس مان، بالإضافة لدخول شبكات البث العالمية كأمازون برايم، نتفليكس لسوق الأنيمي. كلنا نعرف الإمكانيات المادية الكبيرة لهذه الشبكات، فنجاح الويبتونز الكورية بات واقع لا ينكره سوى جاهل. هذا النجاح حتما سينتهي بجذب عدد كبير من الرعاة يمولون مشاريع تحويل هذه الأعمال لأنيميات. لكن الأسئلة المطروحة، هل تصلح هذه القصص لتكون أنيميات؟ وما الأشياء التي نود أن نراها فيها كمتابعين؟ الأجوبة واضحة وفاضحة، فأي قصة مهما كان نوعها هي مشروع لأنيمي ناجح. قصص الويبتونز تملك كافة أسباب النجاح والتي سنذكر أهمها. أولا، أسلوبها مختلف عن الأسلوب الياباني، ما يعني أشياء جديدة علينا كمتابعي أنيمي. تواجد عدد كبير من الفصول يمنح الاستوديوهات كذلك كامل الحرية في الاقتباس،
وجود قاعدة جماهيرية كبيرة مسبقا، ما يعني أن النجاح التجاري مضمون. إضافة إلى المستوى القصصي الجيد، فهناك قصص عديدة من الطراز العالي، طبعا مع تواجد مخاوف عديدة عندي من عدة أمور. أولها سرعة الاقتباس والتي قد تخرب الأعمال، مثل أوفا نوبلس والتي اقتبست 80 فصل في 40 دقيقة، جلب مؤدي أصوات كوريين، ما سيفسد هذه الأعمال تماما. إضافة للتحريف في القصص كي تناسب الجمهور الياباني، وهذه أكثر نقطة أنا متخوف منها. أتمنى أن تكون هناك أمانة في النقل، وأن تبقى القصص الكورية قصص كورية ليست بطابع ياباني أو صبغة ياباني. الويب تونز وعكس المانجا تكون الفصول فيها فارغة سريعة الرسم، فصلان من مانجا ما قد يعطيان حلقة أنيمي ممتازة دون أي نوع من المماطلة. الويب تونز تحتاج لقرابة 6 إلى 7 فصول للحلقة الواحدة. لو تم الاقتباس بهذا الشكل، الأكيد أننا سنحصل على نتيجة مرضية. بالمناسبة، فهناك ويب تون صينية قد حصلت على أنيمي من موسمين من طاقم عمل ياباني بالكامل، اسمها إن لم تخني الذاكرة حارس المقبرة الفضي، وقد كان عمل متواضع صراحة. يعني أن تجربة تحويل الويب تونز لأنيمي هي مخاطرة كبرى، قد تنجح وقد تفشل. علينا عدم رفع آمالنا كثيرا كمتابعين والتحلي بالموضوعية التامة، كما علينا أن ندعم هذه المشاريع بأقصى ما نملك. بالمناسبة، هناك أنيمي كوري رومانسي قد تابعته قبل سنوات كان يدعى بوينتر سوناتا. كان أنيمي جميل صراحة، وإنتاجه نسبة لسنة صدوره نقدر نقول عنها مقبول. هذا يريك أن كوريا تمتلك القدر الكافي لصنع أنيمي ناجح، فلما لا تكون البداية على يد استوديوهات يابانية، ومع الوقت يكتسب منها الكوريون الخبرة وينتجون أشياء خاصة بهم، مثل ما يفعل الصينيون حاليا والذي ينتجون أنيمياتهم بأنفسهم. يعني صرت ترى قرابة 20 إلى 30 أنيمي صيني كل سنة، مع تحفظي الكامل على مستواها طبعا. أشاهدها وأجد نفسي أغلقت الحلقة بسرعة بسبب اللغة الصينية التي لم أعتد عليها بعد. عموما، فما سنراه مع برج الإله تاور أوف كات ليس سوى تجربة أولية وخطوة كبيرة للأمام، رهان كبير للغاية. قد ينجح كما قد يفشل، لكن المهم أن الأعمال الكورية أخيرا قد حصلت على أنيميات من استوديوهات خبيرة محترمة. لازلنا سنقف عند الموضوع كثيرا بعدما نرى النتيجة النهائية، عندها سنتكلم بشكل موضوعي أكثر، ويكون لدينا شيء فعلي كي نقيمه سواء بالمدح أو الدب. معكم صديقكم فاروق من فان ستيشن، لنا لقاء آخر. كان هنا.